السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا أجمل متابعين؟ إن شاء الله يا رب تكونون بأحسن حال. يا هلا وغلا فيكم، نوريني جميعا وحياكم الله في قصة جديدة من قصصنا. ولكن قبل ما نبدأ بسرد القصة، صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وننطلق لقصة اليوم، وتقول صاحبة القصة: يا هلا والله، أبقول لكم قصتي من بدايتها. أنا واحدة تزوجت الحمد لله، وربي رزقني بطفلين، وزوجي طيب يا رب لك الحمد، وحياة حلوة. وطموح زوجي كان بس إنه يمتلك بيت ملك، فكنا حنا مستأجرين في بيت. وفي واحد يوم من الأيام من زملاء دل على شقق تمليك كانت مرة جميلة وبسعر ما كنا حتى نحلم فيه. كانت يعني في عمارة، والعمارة هذه فيها 6 شقق، وكان اللي يبي يبيعها عارض كل شقة منها للبيع، وهو مستعجل يعني لأنه بينقل خارج السعودية، فاضطر وقتها أن ينقص من سعر الشقق عشان تتنباع له بسرعة يعني. فتيسرت لنا الحمد لله وطلعنا قرض، وبقالنا بس من قيمة القرض 70,000. فأثثت الشقة من أجمل الأثاث، وما أحكي لكم كيف أنه يعني سبحان الله كان حلم وتحقق. يعني شقة مرة واسعة، وما أوصف لكم قديت جمالها وتنظيمها، كل اللي صار كأنه حلم. مرت الشهور وأنا مستمتع ببيتي الجديد، اللي عيبه بس أنه ما عندنا جيران، أو بالأصح إن أغلبنا اشترى في نفس الفترة وما تعرفنا على بعض، وكل واحد مقفل عليه بيته. مرت سنة على هذا الحال وحنا في نفس العمارة، ولا في أحد بادر بالتواصل ولا بالعلاقات يعني بيننا، لين بعد سنة. فالشقة اللي في الدور الأرضي انشرت، كانوا مسوين انتفاضة في العمارة يعني بعد برود سنة، يعني خلاص كلهم في حالة. العمارة الصدق الأغلب يعني مهتم في بيته بس، يعني بعض إضاءات الأحواش والمداخل كلها كانت خربانة، مظلات المواقف وسخة مغبرة، أحواض الزرع أغلبها جافة ميتة فاضية. فهذول الجيران أعطوا البيت حياة، غيروا اللمبات، نظفوا القزاز الخارجي للعمارة، وجابوا شركة رش للزراعة، وجددوا البويات، وغيروا المزروعات والورد وسياج العمارة، فأضافوا لمسات جمالية غيرت شكل البيت. ما عمري تخيلت عمارتنا تتحول كذا، مرة حلوة. فالصراحة أغلب السكان كانوا مهتمين بنفسهم بس، ومن بعدها بدت هذه الجارة ترسل لنا حلا وقهوة، فعرفنا أن عندها ولد وبنت اللي اسمهم عزام وسارة، وعرفنا أن هذه الجارة تشتغل في المجال الصحي في منصب ممتاز ما شاء الله، مع شغلها وعيالها ودوامها. إلا أنها ما نست جيرانها وبادرت بالتعارف، وعزمتنا عندها وأكرمتنا وضيفتنا وتكلفت مرة في العشاء وانبسطنا. فكانت نقلة نوعية في وجودها يعني في العمارة، غيرت كل شيء، حتى علاقاتنا صارت مرة ممتازة، ولها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى. مرت الأيام وقويت علاقتنا جدا، رغم انشغال معزام، إلا أنها كانت تجمعنا عندها سهرات وجمعات، حتى أننا اشتركنا في قطة مناسبة للجميع، نسوي فعاليات لأطفالنا، نطلع مع بعض كشتات بدون أي كلافة. فمرة يعني كان لها دور كبير في ان احنا تعرفنا اصلا على بعض، وصرنا زي العيلة الوحدة، فكأننا اهل قلوبنا على بعض. اذا صار الوحدة ظرف او تنومت في مستشفى او انها مريضة، ما تشيل هم عيالها، الكل يتكفل فيهم، نرسل لها اكل ولعت حتى انها تطبخ، حتى اللي نفاس كل يوم يتفرغ لها 2 يقومون فيها ويهتمون في عيالها. وحقيقي يعني عشنا بكل حب وترابط. فمعزام الله يجزاها خير رتبت لنا كل أمورنا، كانت واسطة قوية لنا حتى في المستشفى اللي تشتغل فيها، يعني سواء كان في مواعيدنا أو مواعيد عيالنا، حتى أزواجنا خدمتهم. فصرت بكل سهولة أدخل موعد الأسنان عند أفضل طبيب متى ما حبيت، حتى بدون موعد، وكذلك مواعيد الاستشاريين اللي بالأشهر والعمليات، يعني كانت تصل لنا بشكل خاص في نفس الأسبوع. وفي سنة من السنين جانا رمضان، يعني سوينا حتى جدول خيالي، رتبنا له من شهر شعبان كل واحدة فينا تشتري يعني 6 حوافظ 6 صحون حتى القصدير، وكل يوم جدول على واحدة منا صنفين بس تسوي، يعني تسوي منه كمية على 6 بيوت مثلا. فأنا مثلا كان يعني علي المكرونة المعجنات أقوم أسوي 6 صواني.
فجارتي عليها مثلا شوربة حلا، الثالثة عليها سلطة سمبوسة. قبل المغرب بعشر دقائق كل واحدة ترسل أصنافها المتفق عليها لكل البيوت، وبكذا نكسب يعني تفطير صائم، وكل الناس يذوقون أكل مختلف من عن أكل بيتهم كمان، يعني مرتاحين. بس كل واحدة سوت صنفين بس يعني مع زيادة الكمية، فربي فتح لنا في الصدقة. كنا كل يوم نطلع للمسجد إفطار صائم من كل الأصناف، وكل الحي سمعوا بتكاتفنا حتى في الأعياد. حنا في العمارة يعني معروفين بالفعاليات الحلوة والمميزة. استمرينا على هذا الوضع 3 سنوات وبدأنا في السنة الرابعة. طبعا وقتها الكل يعرف ان زوجهم عزام للأسف سيء معاها، ما بس ما عمرها جاب الطاري صراحة، يعني هي بنت رجال ولا عمرها قسبت فيه ولا اشتكت منه. لكن نسمع احيانا هو طالع من البيت انه كيف يرفع صوته عليها، يسبها، يضرب عيالها، غير انه ترك وظيفته هي اللي قاعدة تصرف عليه. لكنها ساكتة محتسبة، ما تجيب طاري الا بالزين. حتى ازواجها يقولون ما ندري صراحة كيف متحملتها، انسان سيء بذيء لسان. يوم من الايام ارتفع صوته مرة ارتفع، وقامت طلعت يعني تبى تهرب من البيت، وكانت بس بجلال الصلاة، فسحبها في الدرج. تخيلوا فك الجلال عنها وضربها وهي بجامتها، بس انها قاعدة تغطي وجهها. والله العظيم ما انسى ألمها، ما انسى صياحها، ما فكها منه الا رجالنا. طلقها قدام الكل، يعني طلقها كذا ظلم وافتراء عليها، وقام يقذفها ويسب فيها. وكالعادة احتويناها وكنا لها يعني زي اخواتها وافضل، والحمد لله كانت يعني هي راضية بقضاء الله، وأصلا شقتها باسمها ومن فلوسها، وهي وعيالها ارتاحوا من ضربة وتخويفة ما فقدوا. فصاروا أخوانها يجونها من فترة لفترة، وأمها وأبوها طبعا طلبوها قالوا لها تروحنا تعيش عندهم كذا، رفضت قالت لا أنا مرتاحة، يعني بيتي الحمد لله وجاراتي عندي وقريب الشقة من دوامي وسيارتي معاه وعيالي كبار، ليش نقول ليه أشتت نفسي، وأنتم بس حياكم الله أي وقت عندي. مرت الأيام والشهور إلا واحدة من الجارات عزمتنا سهرة، والغريب أن أم عزام ما هي معانا. فسألناها يعني ليش ما نادتي أم عزام، وجهها تغير. قامت فتحت لنا موضوع لا هو على البال ولا هو على الخاطر، هذاك الموضوع صدم عيشتنا، صدمنا صدمة. قالت اسمعوا يا بنات، أنتم كلكم تعرفون أن أم عزام طلعت من العدة، وكل يوم طالعة دوامها وراجعة قدام أزواجنا. وتتذكرون يوم أن ضربها زوجها ذاك اليوم، كل أزواجنا شافوها بالبيجامة، وحنا حريم يعني نعرف كيف أنها ما شاء الله حلوة ورشيقة وبيضة، صح أنها طيبة والله وأحبها، بس ترى بنات مرة الوضع يخوف. تدرون أني فتحت جروب زوجي وشفتهم متكلمين عنها، يمدحون فيها وقاعدين يسبون في عيال أعمامها وجماعتها أن ما فيهم خير، ما فيهم رجال يجي يتزوجها. فواحد من أزواجكم يا بنات في الجروب يقول ما شاء الله عليها كاملة والكمال لله. أنا ما بقول لكم مين عشان ما أسوي مشكلة بينكم وبين أزواجكم، بس تراهم مسحوا المحادثة فلا تقعدون تنبشون فيها. ويا الله كيف سودت ليلتنا يومها، وقاعدين نطمن بعض انه مستحيل يعني تتزوج واحد من ازواجنا، انه لكن هذه جارتنا. فقاعدة تقنعنا تقول ان ام عزام مرة جميلة وموظفة وعندها بيت ملك، وازواجنا كلهم شباب ومعروف يعني كويسين ونظيفين، فالرجال ما لهم امان، ممكن هي ما تبغى الان يعني تجربة زواج جديدة. لكن مع الوقت يا بنات الوحدة اكيد يعني اهلها بيضغطون عليها، فافضل زوج ممكن تختاره بيكون حيكون يعني من نفس العمارة، عند دوامها، عند مصالحها، غير ان ازواجنا ما شاء الله يحبون عيالها ومتعودين عليهم، يودونهم المدرسة مع عيالنا. بالعربي كذا ما رح تدخل عليهم رجال اول مرة يشوفونه، فافهموا يا بنات تكفون افهموا. طلعنا من عندها يومها وكلنا كذا موسوسين، سوت لنا جروب خاص، وكل واحدة بدأت تجس النبض حق زوجها، وصرنا نحاول نشوه سمعتها في عيونهم. بس للأسف يعني تعرفون الرجال سبحان الله كانوا يذكرونها بالخير، وأنها متربية وأنها بنت ناس وأجودية وراعية جمايل، راعية جمايل على كل اللي في العمارة. وهنا بدأت الغيرة صدق، يعني وقتها كرهناها في دي المعمعة كلها. أم عزام مسكينة يا غافلين لكم الله،
يعني كل شوي تعاتبنا نحن تغيرنا عليها، وكل ما سوت لنا حلا ومالح تقوم ترسل لنا وتعزمنا وتجمعنا، حنا نروح لها مرة وعشرة نردها، وهي ما درت إيش قاعدين نخطط له. يعني قاعدين نبغى نخطط إن نخرجها من الحي بأي طريقة، أهم شيء إنها تبعد عن أزواجنا وعن العمارة هذه. بدت تحس أم عزام وقتها إن حنا تغيرنا عليها، فصارت تعاتبنا وتناقشنا، تمسك كل واحدة فينا على حدة وتتكلم معاها تحاول تفهم شيء. بعدها يعني واضح إن قلبها دليلها، بدأت هي تبعد وتنشغل بشغلها، ما عاد يعني ندخل الجروب اللي هي فيه، صرنا نذمها عند أزواجنا، وما زالوا أزواجنا يدافعون عنها إنها واحدة محترمة، وحنا حريم يعني بدافع الغيرة والخوف من خراب بيوتنا، وكيف إن رجالنا معجبين فيها إنها واحدة شقردية. زوجي مرة قال لي ترى أنتم تغارون منها لأنها ناجحة، لأن زوجها أصلا ما يستاهلها، وهذه الكلمة كلمتهم كلهم، إن زوجها ضيعها من يده. فهنا خلاص قلنا ستوب، لازم نتحرك ونطلعها بأي طريقة من ذي العمارة، ومو بس من العمارة، من الحي كله. يعني هنا جارتي اللي أول واحدة شككتنا وجت قالت لنا ذي السالفة كلها، بدأت في خطتها الشيطانية، حاولت توصل لحريم أخوانها وفهمتهم أن بنتهم يعني في رجال داخلين وطالعين عندها، وللأسف وصل فيها أنها تحط كاميرات ومرسلة أخوانها متلطمين بالأشمغة وهم متوجهين جهة شقة أم عزام، وكل مرة تصور واحد. فأخذت المقاطع هذه وراحت وصلتها لأخوانها، وبدينا نقول لأزواجنا وتداولنا يعني هذه المقاطع مع أهل الحي، وللأسف جوا أخوانها وسفلوا فيها لين سابع أرض، وضربوها وشالوا عفشها وعيالها وودوها عند أهلها في الديرة. فعاد أنا ما أدري صراحة هي نقلت من عملها أو أنه فصلوها أو شيء، ما أعرف. بعدها يعني بفترة هي عرفت أن حنا اللي كدنا لها، عرفت كل اللي سويناه عشان أنها ما تأخذ أزواجنا. المهم أرسلت لنا مقطع صوت، يا الله يقطع القلب، وإنها بريئة ولا عمرها فكرت تتزوج واحد من أزواجنا ويحرم عليها رجالنا، وكنا حنا أخواتها وأهلها، وياما بكت ليالي إن حنا تغيرنا عليها، وإنها فقدت بيتها وانباعت شقتها غصب عنها، وسمعتها تشوهت، وطليقها وأهلها يعني تشفوا فيها، وصلت لهم المقاطع، وصلهم يعني الظلم اللي ظلمناها إياها ونشروها، فأخذوا عيالها منها، وصارت تتحسب علينا وتبكي كذا بحرقة قلب وتدعي دعاء عريض. قالت يا ليتكم أنكم صارحتوني، والله العظيم لأنقل من عمارتكم، والله لا أبيع شقتي، لكن إلا شرفي إلا عرضي، ليش تقذفوني، ليش تدمروني كذا. فكانت هذيك الرسالة العتابية آخر رسالة توصلنا منها، صرنا ندق عليها جوالها مفصول، انقطعت مرة أخبارها عنا سنة ونص. بعدها بدينا نشوف عاقبة الظلم في حياتنا. أول شيء سكنت في شقتها وحدة لا إله إلا الله، تطلع تغسل الأسياب وهي لابسة ملابس فضيحة متعمدة ولا عليها فحد، شين وقوية عين يعني جميلة، وتسولف مع الطالع والداخل وهات لك ضحك، والله العظيم ما قدرنا ننطق بحرف. وإذا بتسألون عن جارتنا ذي اللي جابت الهرجة أول شيء وعلمتنا عن سواليف أم عزام، سبحان الله يعني هي وزوجها انفصلوا، تزوج عليها واحدة ثانية وجابها عندنا مريضة وعندها سحر، ما أدري، المهم رعبتنا لين نهار بس تصيح وتكسر ومرة تضرب عيالها، يعني عمارتنا صارت رعب. والأدهى والأمر من ذلك أنه بعد فترة لقينا البواب مكتول كذا في غرفته وريحته طالعة متعفن من أيام. بعدها كمان احترقت شقة وحنا اختنقنا، وكل أهل العمارة دخلوا المستشفى، وفي أطفال يعني تأثرت عندهم الرئة، جلسوا 3 أشهر. فالخلاصة أن العمارة صارت شؤم، أعوذ بالله، كل شوي يصير فيها حدث، من تدخلونها كذا يضيق صدرك. خلال 6 أشهر صار فيها حريق وقتل وناس مريضة، تحسون العمارة ذي سبحان الله كأنها مسكونة، غير الجارة الجديدة اللي كل ليلة ما نقدر ننام من صوت الدي جي والأغاني والأصحاب وريحة الدخان والشيشة والعفن، ونعرف حنا أنها واصلة ولا نقدر نشتكي عليها، كلنا عرفنا أنه بسبب ظلم أم عزام. فعندي أمل أن أم عزام تسمع القصة تعرف نفسها، ترجع تسامحنا على الظلم والافتراء، والله العظيم يا بنات إنها ما تروح من بالي،
كيف قابلنا طيبتها وصدقها بالألم والطعم في الظهر، كيف الغيرة العمية اللي ما لها أساس من الصحة خلتنا كذا نغلط هذه الغلطة الكبيرة في حقها. فعرفت وقتها إيش معنى إن الظلم ظلمات، هذا اللي إحنا شايفينه الآن في حياتنا، ظلمات في ظلمات، ولا صار يعدي علينا يوم طبيعي زي الناس أبدا، كل يوم نترقب مصيبة جديدة. فأرجوك أرجوك جارتي أم عزام، لو إن القصة هذه وصلتك ضروري تكلميني عن طريق جمانة، لعل الله إن الله سبحانه وتعالى يغفر لي ويغفر لنا كلنا اللي سويناه فيك وإنك تسامحينا. أنا راح أحط سناب الأستاذة جمانة الأحمد في أول تعليق مثبت. أتمنى إنه فعلا القصة توصل لهذه الجارة، ودي مدري والله العظيم لا تعليق صدق، يعني شيء بالرأس، أعوذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. إلى هنا انتهت قصتنا لليوم، أتمنى أني أشوفكم في قصة جديدة وفيديو جديد. أنا وأنتم بخير دائما إن شاء الله، إلى ذلك الوقت أستودعكم الله.